Yeah.
هاولي هادي هاولي هادي.
عليكم، الله يعطيكم الصحة حجيب ولد محمدية. مرحبا بك أولا، تحية للناس ديال مدينة الزهور. أكيد صوت ما شاء الله قوي وفرقة موسيقية شاملة، تبارك الله عليكم كاملين الإخوة اللي حاضرين معك اليوم، وصوتك ما شاء الله حاجب. الله يحفظك وشرف ليا. تبارك الله عليك، قرب الجمهور أكثر منك. علاش اختاريتي الاسم ديال حاجب ولد محمدية؟ واش كيشبهوك بحاجيب، فنان الشعبي حاجيب ولا؟ واش غنقول لك، لقيت السميه ديال الحجيب خدمت بيها بزاف صراحه، دخلتني للديور الكبار، مش وصلت ودرت هاد السميه ديال الحجيب. امتى اكتشفتي فيك موهبه الغناء؟ شحال كان في عمرك ديك الساعه؟ شنقول لك، الجمهور هو اللي يشوفني كيقول لي والله عندك صوت ديال الحجيب. انا بغيت نعرف منك، انت ملي كنتي صغير كنتي كتغني، كتبع تمشي للعراسات مثلا، خزنة على والديك في الدرب، كتجمع مع الدراري بالبندير؟ عاود لي لك الطرائف. من الصغر ديالي وانا عزيز عليا، انا من الصغر ديالي ما خليت فنخدمش، خليت الحمد لله فنخدمت. الدريات بقاو عيطوا عليا، كان عيطوا لفلان، عيطوا لفلان، عيطوا لفلان، كنجي نريح معاهم. هذه الحمد لله خدينا شويه من عند حاجيب، هذاك الشيخ هذاك، خدينا من عند سعيد صنهاجي، من عند وليد الرحماني خونا وحبيبنا وتا الله يسهل عليه، وكيعجبني داك السيد الله يسهل عليه والله يخلي ليه الوالدين. يا ربي امين. درتي شي اغنيه خرجتيها شي نهار؟ صورتي شي كليب ولا؟ مؤخرا درت واحد الساكن ديال السواكن. انت عزيز عليك داكشي، بنتي اللي كطيح قبيله خفت كطيح. لا لا ما نطيحش، انا والله ما نطيح، راه والد كيعرفني مزيان، انا نقدر نطيح. هي كيشدني شويه الحال، يعني داكشي على الحال كيشدني. لما غني السواكن صافي، كن انا سمعت شي حاجه ديال السواكن، كن وانا عدويا لا كان خدام معايا شي واحد واللي غنقولو يخرج كونتر، كان كدوخ في السواكن، هادي في السواكن. والسواكن فيك شي حاجه ولا هادشي؟ لا انا كنطيح عباد الله. وعلاش كيشدك الحال؟ هذاك الشيء ديال الله، والله ما كنزور، عمرني زرت، عمرني ما عمرك خدمتي في عم جاوني بحال الدليلات، والله ما مشيت ليهم قسما بالله. خيو الناس يدفعوا. علاش؟ هذاك الشيء ديال الله، هذاك الشيء الحمد لله ديال الله. اللي كيشوفني كيقول لك راه هذا والله العظيم تا كيدي الذبيحه، انا دجاجه والله ما نقدر نذبحها. مو نكذب عليك، باقي ندي الذبيحه. تبارك الله. عمرك تلاقيتي مع حاجه؟ مشيت هادشي اللي بغيتيها. واخا تلاقيتي مع الفنان حاجيب؟ خليه يهضر صافي، داز الدجاجة مشات. الدجاجة مشات. اه تفضل اخويا حاجيب. مشيت عندو شي ثلاثة المرات، نوض حيد، نوض حيد، نوض الدجاج، دابا شتي ليك شي دجاجة تا بلاتي. كمل اخويا، ما بانش جا في نطاق البسط. مشيت عندو شي ثلاثة المرات ورحب بيا صراحة، هذاك السيد رحب بالناس كاملين. سمع صوتك شنو قال لك؟ حيت هو بزاف الناس كيغنيو تقريبا بحالو، عندهم اصوات وكيرحب بهم، ماشي من الفنان اللي كيغير ويقول لك. كيرحب بكل شيء هو صراحة، بلا فنان بلا حتى شي واحد يدق عليه صراحة. هذاك السيد الله يعمر ليه الدار. شنو التشجيع اللي قال لك ولا شي كلمة قالها لك باقا لاصقة لك في الدماغ؟ قال لي الله يسهل لك، هي الكلمة اللي قال لي سير الله يسهل لك صراحة. غتبقى في الستيل ديال حاجيب ولا عندك الوان شعبيه؟ لا نبقى في الستيل ديال حاجيب، حيت انا داير السميه ديالو حاجيب ولد محمد. انت ولد محمديه؟ انا ولد محمدي، درت شي سميات اخرين ما نكذبوش ما عطاونيش، من درت هاد السيد صراحه دخلني شي بلايص اللي انا كنت نحلم نشوفهم الساعه مشيت ليهم. تبارك الله ما شاء الله، وتا صوتك ما شاء الله يعني. واش نقول لك، انتوما تحكموا. التلفزيون شويه كيشوف فيك يعيطوا ليك ولا والو؟ ما نكذبوش، ما كاينو بحال عارفيننا وما كاين والو. ما عندكش ماناجر مثلا؟ ما اللي غنقولو ماناجر خاص وخاص وخاص بزاف ديال، وما كيعرفونا شحال من التلفزيون، كيعرفو فلان كيعرفو فلان كيعرفو فلان. انت كتشوفي في الـ في الـ في الاولى وكتشوفي دوزام شنو كيجيبو. الواقع حنا كنغنيو شي حاجه اللي كيسمعها بنادم. كنتمنى ان شاء الله حتى تكون في التلفزيون ان شاء الله تفرح والديك والعائله. ما كرهتش والله ما كرهتش. شكون اللي كيدعمك؟ شكون اللي دائما كيرضي عليك ويعاونك؟ ماماك باباك؟
الوالد الله مات لي، الله يرحمه. الوالد الله الله يرحمه. يرحمه في النار. الوالدة كدعمك شوية. الوالدة شوية، هذيك هي اللي هذاك هو الخير ديال دابا. يا البركة، هي البركة. الله يحفظها لك يا يلا رشيد. مات لي واحد 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 الخواتريا حتى هي الله سكينة يرحمها. الله يرحمها. بكورونا؟ لا 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 لا، شي ديال الله. الحمد لله الحمد لله، الله يلحقنا عليه بمؤمنين. امين وهادي امين. الحياة وهادي والديهم هما الدنيا. اللي كي الحمد لله كي أكيد لا رضاو عليك الوالدين، راه هما كلشي. أكيد أكيد. شنو كتمنى اليوم يا حاجي من قلبك؟ شنو كتمنى كفنان وكإنسان؟ القلب ديالي انا كنبغي كلشي بعدا يكون بخير، اي واحد بخير، واللي رضات عليه الوالده راه الحمد لله، راه داك راه مرضي. باقا لي الوالده ديالي ما كرهتش ندير الحج، هذه هي الكلمه اللي غنقول لك. ولا كانت الفازه راه مرحبا ان شاء الله باذن الله نشوفك من ديو الوالده فنانين بعدا هي كبار الاولى الحج. الله ان شاء يخليك الله. مادام تمنيتي حاجه زوينه ربي ما غاديش لا يخيبك، وان الوالده شاء الله عندي دير هي الحج. الاولى، شي يقدر يقولوا لي التلفازه ولا الوالده ديال الحج نقول لهم الوالده. ايوا برافو عليك، وان شاء الله غيتحقق لك كل شيء ان الحمد شاء الله لله في دقه واحده باذن الله. الحمد لله. كاينين الناس ما نكذبوش، كاينين الناس اللي كي عيطوا علينا ما نكذبوش، ان شاء كاينين الله الناس باذن الله. اللي كيفهموا الموسيقى، اللي كيعرفوا شنو هي الموسيقى، وكاينين شي ناس الله وما عارفينناش كنسوا وما كيقدوش يعيطوا لك التليفون هذه. تحيد كورونا ان شاء الله ونشوفك في التلفزيون ان شاء الله كون على يقين ان شاء باذن الله. الله. ان شاء الله باذن الله. ربي يفتح. شنو الكلمة الأخيرة اللي تبغي تقول للجمهور اللي تبعك في هذا اللايف وشاف كيفاش تبارك الله غنيتي والفرقة كاملة غادية معاك؟ وقدم لنا الفرقة وقدم لهم الشكر حيت ما عرفش الأسماء ديالهم هذا كاملين. السي محمد بدر، هذا اللي كان مشاج ضحك دجاجة الدجاجات، زهير والأستاذ زهير والبندير. هذا بوحدو، هذا شكون هو؟ راه هو يقول لك هنسالك على السميه قلت لك هو أقول يقول عبد الله. لا انت خصك تدخل الكوميديا في فصلك حيت ناسي لي على السميه، قال لي غنقول لها قول لها واكذب الله تنسيته. يلا اش يا مول الدجاجه باش تخصموا لي بشي بشي حاجه؟ انا زوين مالها شاب. تبارك الله عليك ونتمنى لك ان شاء الله كل توفيق ونخصموا معاكم بشي حاجه. مرحبا الجمهور، شكرا لكم. وبركم يا صحافي اتشبه يا بي.
جات جامو الكرام جات